أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على
واصطنعتك لنفسي. قد جئناك بآية من ربك.
والسلام على اتبع الهدى. صدق الله العظيم.